كل التفاصيل الخاصة بالفريق وأخبار الفريق، ونطمن على حالة المصابين. كل ده نعرفه من زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. محمد، مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طمنا عليك بس في الأجواء اللي أنت فيها دي، أنا شايف فيه تراب وبتاع، بس طبعا النادي الأهلي جوه نتيجة طبعا فيه بقى جناين والأشجار، فيعني أخف وطأة شوية من الشارع بره. فالأخبار عندك إيه؟ والتمرين كمان أعتقد هيتأخر شوية بسبب الأجواء الخماسينية اللي إحنا شايفينها النهارده في مصر. كابتن محمد، خلينا في البدايه اتفق معاك طبعا في كلامك اللي كنت بتقوله في المقدمه، ان مباراه في غايه الصعوبه امام سيراميكا كليوباترا، طبعا المباراه المؤجله من الاسبوع 27 طبعا بسبب الضغط. يمكن انت بتلعب اول مباراه امام انبي 48 ساعه، بتلعب امام طلائع الجيش 48 ساعه، بتلعب امام سيراميكا كليوباترا، واكيد طبعا في الخلفيه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم 4 يونيو. وبالطبع مدير فني جديد ومدير فني كبير جدا كابتن حلمي طولان بيتولى المسؤوليه بشكل جديد لسه مع سيراميكا كليوباترا، اعتقد دي كلها عوامل هتخليها مباراه صعبه. ولكن اعتقد اداء النادي الاهلي امبارح طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي ان اي 11 راجل هيبقوا موجودين لابسين تيشيرت النادي الاهلي ايا كان لونه، كمان بالمناسبه محمد سواء احمر او اسود او كمان اللون الجديد امبارح الذهبي، اعتقد هم قادرين على حسم المباراه وان شاء الله حظ 3 نقاط. زي ما انت اتكلمت احنا عملنا يعني بطولتين سوبر، بطوله كاس، قريبين جدا ان شاء الله من بطوله الدوري وكمان دوري ابطال افريقيا باذن الله بمنتهى الهدوء بمنتهى الحسم نخلص كل البطولات القادمه باذن الله. وده طبعا اللي شفناه في الملعب امبارح واداء اكثر من رائع من الفريق. يمكن على طول ما فيش وقت للراحه بقى محمد، انت بتتكلم ان النهارده خلاص السبت، بكره الاحد، بعد بكره الاثنين على طول مباراه سيراميكا كليوباترا، على طول في تدريب النهارده. يمكن حالا انا معاك على الهواء دلوقتي، يمكن بيتم تجهيز الملعب من قبل الجهاز المعاون لمستر مارسيل كولر وكمان من المسؤولين عن المسطح الاخضر داخل ملعب مختار التتش هنا، يمكن دقائق قليله وهيبدا باذن الله مران الاهلي الاول وزي ما بنقول الاساسي كمان لمباراه سيراميكا كليوباترا. يمكن طبعا عارف ليله المباراه بيكون تمرين خفيف يا محمد، ولكن النهارده باذن الله هيكون تمرين قوي جدا. المجموعه طبعا اللي لعبت مباراه الامس بشكل اساسي هيبقى في تمرين خفيف ليهم واستشفائي في الجيم، ومن بعده بعد التمرينات الخفيفه في الملعب طبعا المجموعه الباقيه اللي ما شاركتش هتخوض التمرين بشكل طبيعي جدا، ويتم ختام التمرين بتقسيمه قويه جدا. طبعا في هذه الاثناء كمان في محاضره فنيه للجهاز الفني مع اللاعبين بيتكلم فيها طبعا عن اخطاء الفريق ونقاط القوه والضعف اللي حصلت امبارح في المباراه، وكمان منافس فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه سيراميكا كليوباترا طبعا بيتم دراسته بالفيديو من قبل الجهاز الفني كله مثل مارسيل كولر ومعاونيه والمسؤولين عن التحليل الفني عشان تحفيز كل لاعب دوره في المباريات القادمه باذن الله. لكن كمان اطمنا امبارح محمد زي ما قلت لك ان اي 11 لعيب هيكونوا موجودين في الملعب هيكون لهم الافضليه باذن الله، خاصه في هذه المرحله المهمه زي ما انت اتكلمت. طبعا مكاسب عديده محمد اكيد بيتفق معايا من مباراه الامس، انك المباراه ال 12 على التوالي الحمد لله لم يحرز فيك اي اهداف، خاصه هم بثلاث حراس مختلفين، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديمها نعمه علينا باذن الله ونستمر في هذه السلسله من عدم استقبال الاهداف اللي بالتالي محمد بتؤدي الى الفوز باذن الله. واعتقد يعني انك تحافظ على سجل مبارياتك بهذه كمان المباريات المتتاليه من الفوز ده بيدي دفع معنوية للاعبين وبيخلي يبقى فيه ثقة في النفس، خاصة انك داخل زي ما قلت مرحلة مهمة جدا في الدوري العام ومرحلة مهمة جدا او المباراة النهائية في دوري ابطال افريقيا. زي ما انت اتكلمت كمان على الاجواء النهاردة ويعني جو ربيعي ورياح الخماسين موجودة، يمكن بعض الرياح المثيرة للرمال والاطربة، ولكن اعتقد ان شاء الله يعني كلها لحظات ومع دخول الفترات الاولى من الليل هتهدأ تماما، ويعني باذن الله كمان مع رش الملعب ده هيساعد اللاعبين بشكل كبير جدا ان هم يقضوا مرانهم في اجواء مثالية واجواء اكثر من رائعة. عايز اطمن منك يا محمد على مصطفى شوبير. امبارح مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اتكلم قال ان في يعني عمل غرزتين فوق الحاجب وكان في قطع وممكن عينه يبقى فيها تورم، بس نتاكد تاني يوم هيبقى فيه فحص طبي. هل في كلام رسمي نقدر نطمئن من خلالك على حاله مصطفى شوبير؟ علي لطفي هل ممكن يلحق ماتش الاثنين؟ الشناوي كده كده حتى لو الحمد لله بقى سليم وكويس، وانا عارف ان خلال الايام اللي جايه هيكون في نتائج ايجابيه بخصوص الشناوي، بس كده كده الشناوي موقوف 3 ماتشات فمش هيكون موجود في ماتش سيراميكا. فلو عندك اي يعني خبر نسعد بيه جماهير الاهلي كده قبل مباراه سيراميكا باذن الله. يعني مبدئيا زي ما انت قلت محمد الشناوي طبعا خارج المباراه سواء للاصابه او كمان للايقاف، علي لطفي للاسف هيكون خارج مباراه سيراميكا كمان مش هيبقى فيه لحاق بيه، خاصه ما فيش استعجال يعني على الدفع بيه من المباريات غير بعد شفائه بشكل تام من الاصابه، خاصه انك بعد كده زي ما انت عارف عندك مباراه نهائي افريقيا بعدها ب6 ايام بالظبط، فطبعا مش هيبقى فيه مجازفه بعلي لطفي. مصطفى شوبير ان شاء الله موجود في مباراه سيراميكا، طبعا موجود كمان معاه مصطفى مخلوف وحارس فريق كمان 2005 حازم جمال اللي يعني مستر ميشيل يمكن في ثقه كامله فيه، ويمكن بيتم
تثبيته كتير جدا مع الفريق الاول طبعا في ظل غيابه، تتكلم في محمد الشناوي، علي لطفي، وكمان حمزه علاء. فاعتقد باذن الله يمكن كلنا اطمننا وشفنا مصطفى شوبير يمكن كمل الدقائق المتبقيه من مباراه انبي، ومن بعدها بالامس عمل اداء اكثر من رائع امام طلائع الجيش. ان شاء الله اصابته خفيفه وباذن الله يكون موجود في حراسه عرين النادي الاهلي باذن الله في مباراه سيراميكا كليوباترا ان شاء الله من يوم الثلاثاء. علي لطفي باذن الله موجود مع بقيه زملائه في الفريق، وان شاء الله يعني برضو اعتقد على الثلاثاء او الاربعاء هيتم حسم موقف محمد الشناوي طبعا بالاتفاق ما بينه وما بين دكتور احمد ابو عبله وكمان مستر مارسيل كولر. وان شاء الله يا رب يكون كل اللاعبين يا محمد جاهزين والقوام كله جاهز باذن الله لمباراه الوداد. وطبعا الاختيار ال11 او كمان ال20 لاعب يخش قائمه المباراه ده حق اصيل الجهاز الفني، ولكن نتمنى طبعا ان كل الادوات المتاحه تحت ايده تكون جاهزه ويكونوا موجودين. وطبعا يعني زي ما بنقول نحطه في حيره ايجابيه باذن الله يكون محتار يختار ال20 لاعب اللي هيكونوا مع قائمه المباراه او كمان ال11 اللي هيبداوا باذن الله يا محمد باذن الله رب العالمين. باذن الله. شكرا محمد توفيق على كل هذه الاخبار والمعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيره.